لقائه بممثلي شركة جوش الصينية، أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم نهاية الشهر الجاري افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الفايبر كلاس باستثمارات صينية تصل إلى 230 مليون دولار. وقال الوزير إن هذا المصنع الجديد والمقام بمنطقة العين السخنة سيضع مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للفايبر كلاس في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان، مؤكدا حرص الحكومة على جذب مثل هذه الاستثمارات الناجحة للاستثمار في السوق المصري، خاصة في هذا المجال والذي ينتج منتجات متعددة الاستخدامات. وأشار إلى أن المصنع الجديد يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالميا في إنتاج الفايبر كلاس، سواء من خلال أحدث الماكينات أو من خلال العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، حيث يتم إيفاد عدد 100 مهندس وعامل مصري للتدريب بالشركة الأم بالصين لإكسابهم الخبرة اللازمة للعمل في هذا المجال، لافتا إلى أن 90% من إجمالي إنتاج المصنع مخصص للتصدير للسوق الأوروبي. ومن جانبها أشارت السيدة روينا شيانغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة جوش الصينية أن افتتاح هذا المصنع في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للشركة الأم، حيث تمتلك مصر مزايا عديدة جعلتها المقصد الرئيسي للشركة لإقامة مثل هذا الاستثمار الكبير، مؤكدة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري منذ قرابة 3 أعوام، إلا أن الشركة لديها إصرار كبير على الاستمرار في السوق المصري. وأوضحت أن شركة جوش الصينية لديها العديد من الفروع على مستوى العالم، مؤكدة أن افتتاح هذا المصنع سيكون حافز كبير لجذب العديد من الاستثمارات الصينية للاستثمار في مصر.